السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم السفه، كتجي زوينه وكتجي ناجحه 100%. ما كتعجل لكم ما حتى شي حاجه. اول حاجه البنات، غنديروا شويه تاع الزيت، غنبسوها مزيان بالزيت غير شويه ماشي بزاف. صافي البنات، من بعد ما درنا الماء في البرمه، كنديروها في البرمه تغلي لينا مزيان. الغليه الاولى تكون تغلى مزيان، وغطيو البنات بشي بلاستيكه ولا سربيته ولا شي حاجه، المهم تغطيوها من الفوق باش داك البخار كلش يرجع ليها، وتفور لينا مزيان التفويره الاولى. من بعد البنات ما كيطيب الماء في البرمه، نديرو الكسكاس ديالنا ونديروها تفور مزيان، تطلع الفوره مزيان. انا البنات تقريبا البنات درتها ماشي تقريبا شي نص كيلو ديال الشعريه، ولكن هذه الطريقه هذه تجيك مع نص كيلو، تجيك حتى مع كثر. الطريقه زوينه البنات ودغيا كطيب. انا البنات كما شفتوا غطيتها بهذه السربيته هذه باش داك البخار يرجع عليها من الفوق وطاب لينا دغيا. ملي نديرو البنات السفه ديالنا تفور شويه، ناخذ واحد شويه تاع الزبيب نرطبوه شويه في مزهر، صافي كيجي زوين في السفه. ها هي البنات السفه ديالنا كتفور. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش القفال ديال البرمه بحالي، يديروا غير البلاستيكه باش داك الفار كلشي ما يخرجش من الجناب، باش يطلع كلشي السفه ديالنا. البنات من بعد ما فارتينا التفويره الاولى، نجيبها عندنا البنات ونعمروا عليها مزيان الماء، ما تخافوا حتى شي حاجه، غير عمروا عليها الماء مزيان حتى تعوم في الماء. هاتما بهذا الشكل هذا، هانتوما البنات بهذا الشكل. من الاحسن ديروا شي بانيو يكون صغير، دسوها مزيان في الماء، تحل مزيان في الماء. خليوها تقريبا واحد دقيقه هكاك صافي، ونحيدوها. البنات مما ترخبت لينا واحد شويه، هزو نديرو في الكسكاس تسخطر لينا واحد شويه. تخافوا منها البنات حتى شي حاجه، غير خفوا على الماء، بالعكس هاد التحل غتجي مزيانه. دابا غير هاد التفويره هادي وغادا طيب. صافي البنات، ونديروها عاوتاني نرجعوا البرمه ديالنا باش تفور مره اخرى.
من بعد ما فارت لينا البنات الفوره الثانيه نديرو شويه تاع الملح في الماء ونحاولوا نحلوها بالماء هاي البنات الثانيه كتحسوا بها صافي هاي البنات الشامة كتجي لا ما كتلصق ما حتى شي حاجه ها انتما شوفوا كي كتجي هاي كتجي مفكوكه راسها صافي البنات نخليوها تشرب شويه الماء ديالها واحد شويه ونعاودو نرجعوها نفورها التفويره الاخر من بعد البنات ما شربت لينا داك الماء اللي درنا فيها قبيله انا البنات قلبت على الساشيه تاع الزهر ما لقيتهاش غادي نسقيها غير شويه بالماء زهر بالنسبه اللي كيعجبو اللي ما كيعجبوش يستغنى عليها بلا ما ديرها هذا شويه هكا ديال الزهر ما زهر ساشيه تاع الزهر ما لقيتهاش السبيب اللي كنا رطبنا قبيله في مزهر هانتوما البنات شوفي كتجي كتجي زوينه ما كتمحني معاها ما حتى شي حاجه صافي البنات ونديروها تفور الفوره الاخرى القياس البنات انا درت غير نص كيلو هذا القياس راه يقدك في كيلو في كيلو ونص زعما الطريقه ديريها في القليل ولا الكثير صافي البنات وناخذ واحد شويه تاع الزبده غنديرها هنا باش تذوب ليا ملي تبدا تفور ندير ليا الزبده صافي البنات ونديروها تفور الفوره الاخرى هيا البنات من بعد ما فارتينا الفوره الاخرى هاد البنات اللي كتجي هاكي كتجي ما كتلصق حتى شي حاجه صافي ندير فيها شويه سكر كلاصي صافي ندخلو فيها مزيان سكر كلاصي
صافي البنات، وديك الساعه تزينوها الزينه كما بغيتو نتوما، كما بغيتو تزينوها باش ما اللي عندكم في الدار. يلا البنات نخليكم تشوفوا الطبق النهائي. ها هي البنات، ها هي البنات الزفه ديالنا. ها هو البنات الطبق ديالنا، واخا تقديم على قد الحال ولكن راه كتجي بنينه. يلا البنات اللي جربات هذه وعجباتها ترد عليا الخبر. يلا البنات متنساونيش بواحد لايك، واللي باقا ما اشتركتش معايا في القناه دخل دير ابوني وتشاركوا البنات مع الطبق مع لافامي ديالكم مع الاصدقاء. يلا البنات نخليكم فيديو اخر ان شاء الله.